بسم الله الرحمن الرحيم. راح نكمل حل exercises بدرس الريل نمبرز. وصلنا ل exercise 12. قال operate يعني مثل كأنه حل لي. Then remove the largest possible quantity from the radical. يعني حلوها مثل الأسئلة اللي قبل، بدنا نعملها in the form of a radical b مثلا. حلوا للسؤال هيك قصده. طيب بنمشي خطوة بخطوة، حنحلهم كلياتهم بهذا الاكسرسايز. يمكن يكون طويل شوي عليكم بس لحتى ما تضيعوا انتوا عم تفتشوا على الانترنت دغري يطلع معكم. اكسرسايز 12 بيج 107. طيب اسهل طريقة ممكن نحله لهذا الاكسرسايز هي شو؟ ليكوال. هلا انتوا بامتحانات الشهادة مثلا يمكن يجيبوا لكم هيك عمال يقول لكم مثلا سمبليفاي، يقول اوبريت، يقول سولف. لا ما بيقول سولف، سولف يعني فايند اكس. يعني بيسأل سؤال هو انه انتو بتكون تحلوا لها، تعطوني جواب نهائي. فانتو بتكون تختاروا وكيف تقدروا تعرفوا على كترة الحل خلال السنة. لازم تحلوا، ما تتركوا حالكم لاخر السنة. لازم تحلوا، لازم يصير عندكم فكرة انه كيف انه ينحل الاكسرسايز بطريقة اسرع. بيجي بتطلع انا ال11 ما بتظهر من تحت الراديكال. 22 هي شو؟ 22 هي 2 times 11. كمان لا 2 بتظهر من تحت الراديكال ولا ال11 بتظهر من تحت الراديكال، فكمان ما بتفيدني. ال50 لا، ال50 بتتظبط. بس انا اغلب الارقام ما بيظهروا من تحت الراديكال بسهوله، يعني ما فيهم باور 2. فشو بعمل؟ بعملهم كلهم راديكال واحد. 11 ضرب 22 تايمز 50. بس طبعا مش عشان اعملهم هيك عشان اجي اضربهم على الكالكوليتر واعطي عدد، يعني اعطي جواب نهائي لهم. لا انا ما بدي هيك، انا بدي ظهر من تحت الراديكال ارقام ايكوال. شو بيطلع عندي؟ بصير بسط انا ال11 يعني بعملهم برايم فاكتورايزيشن، بتضل 11 تايمز 22 هي اذا عملت لها برايم فاكتورايزيشن ديفايدد باي 2 بيطلع 11 بتنقسم على 11 بيطلع 1، يعني 2 تايمز 11 تايمز ال50. كمان بعمل لها برايم فاكتورايزيشن ديفايدد باي 2 25 ديفايدد باي 5 طبعا ما بتنقسم على 2 بيطلع عندي 5 divide by 5 1، يعني هي شو؟ 2 times 5 to power 2 صح؟ هاي 50 equal. شو بلاحظ انا هون عندي 2 11، فمعناتها هي اذا بدي ظبطهم هي 11 to power 2. هاي ال 11 times هون 2 هون 2 يعني عندي 2 2 ف 2 power 2 times هاي 5 to power 2 equal. هون شو صار عندي؟ صار عندي فيني اقسمهم 11 to power 2 times 2 to power 2 times 5 to power 2. شو صار عندي؟ square طيارة الراديكال هاي 11، square طيارة هاي 2 طبعا في times بيناتهم هاي times و square طيارة الراديكال 5. هلا هون فيني اضربهم ببعض بيطلع عندي 2 times 5 10 10 times 11 بيطلع عندي 110. طيب هاي مثلا ممكن تختلف وممكن اعملها بنفس الطريقة ها equal. بعمل راديكال 1 يعني 75 ضرب 15 ضرب 20 على شرط اعمل برايم فاكتورايزيشن لكل واحد. يعني ال 75 كمان بعملها على 5 15 ديفايدد باي 5 3 ديفايد باي 3 1 بيطلع عندي انه 75 هي 5 تو باور 2 تايمز 3. طيب ال 15 هي 3 تايمز 5 يعني كمان عملت لها برايم فاكتورايزيشن. ال 20 شيل ال 20 كمان بعمل برايم فاكتورايزيشن ديفايد باي 2 10 divide by 2 5 divide by 5 1 يعني 2 to power 2 times 5 equal. بس بدي شو اعمل؟ ظبط فيهم. يعني هاي 5 to power 2 ما بحاجة جيب لها بعد 5 اجمع الفايفات عليها، انا بدي اياها to power 2 فهاي بخليها 5 to power 2 times هاي عندي 3 وهاي عندي 3 ف 3 power 2 هولي ظبطتهم لحال. هون عندي 5 هون عندي 5 يعني times 5 to power 2 وهاي times 2 to power 2 بتنزل equal. هوني شو صار؟ فيني قسمهم هيك كل واحدة راديكال لحال، فيني دغري اشتغل يعني بعتبر كأنه كل واحدة إلى راديكال خاص فيها. بتصير 2 بتطير راديكال لإلها هاي 5 كمان هاي بيبقى 3 كمان هاي سكوير طاية الراديكال اللي فوق منها times 5 هاي طاية الراديكال times 2. فهوني بيبقى شو بدي بس حلهم 5 times 5 25 times 2 50 times 3 150 هاي الـ A. طيب بيجي بتطلع بالـ B هون كمان بلاقي الـ 17 أو خلينا نحل نفس اللي حليناهم بالـ A، يعني عملنا هيك 17
times 34 times 32. بس طبعا قلنا ما بدنا الجواب الاخير، بدنا نعمل برايم فاكتورايزيشن لكل عدد او لكل نمبر. هاي ال 17 بتضل 17، ما في رقمين بضربهم بعض 17 لانه هي برايم نمبر. ال 34 شو هي؟ كمان بعملها برايم فاكتورايزيشن بتطلع 2 تايمز 17 تايمز ال 32، راح اعملها برايم فاكتورايزيشن قدامكم على 2 16 ديفايدد باي 2 8 ديفايد باي 2 4 ديفايد باي 2 2 ديفايد باي 2 1. انتبهوا، ها راح نكبر شوي. كل 2 بعمل هيك 2 تو باور 2 تايمز، كل 2 2 تو باور 2 تايمز بقي عندي 2 ايكوال. بيجي بتطلع شو بلاقي؟ بلاقي انا عندي هون 2 17، يعني 17 تو باور 2 بس عم رتب يعني تايمز هاي 2 مع هاي 2 شو بتصير؟ 2 تو باور 2 تايمز هو بخليهم لما يكونوا باور 2 يلزموني بخليهم 2 باور 2. هلا بدي ظبط مين بيظهر من تحت الراديكال، بعتبر انه كل عدد له راديكال خاص فيه، فسكوير بطير الراديكال اللي له هاي 17 تايمز كمان سكوير طير الراديكال هاي 2، هاي سكوير طير الراديكال اللي له 2، سكوير طير الراديكال اللي له 2. بس بستعمل كالكوليتر بتصير 18 تايمز 7 6 هون بيطلع 136. هاي واحدة. هون كمان نفس الشيء، كمان بهيدا السؤال بنعملهم مثل ما عملنا هون راديكال 1 هاي 28 تايمز 72 اوفر 11 تايمز 45 اوفر 77. كمان بعمل برايم فاكتورايزيشن للكل، يعني ال 28 شو هي؟ خليها الراديكال الكبير. 28 هي شو؟ هي 2 to power 2 times 7 times 72 شو هي؟ بعمل prime factorization لإلها divide by 2 36 divided by 2 18 divide by 2 9 divide by 3 3 divide by 3 3 شو بيطلع عندي؟ 2 هون بنعملهم 2 power 2 times 2 لحالة هاي ما في غيرها 3 to power 2 times كمان 45 بعملها prime factorization 45 divide by 5 9 divide by 3 3 divide by 3 1 فبيطلع عندي 5 times 3 power 2 over شو عندي 1 ما بنحسب ال 1 يعني 1 times 11 11 times 77 بنعملها prime factorization تطلع 7 times 11. هلا هي radical للكل، انتبهوا equal بعمل radical كبير هاي over من هون فوق شو عندي 2 power 2 بخليها انا بدي اياهم power 2 هاي 2 power 2 times هاي 7 في غيرها 7 فوق ما في بس اذا بتطلع من تحت في عندي تحت 7 يعني فيني شو روح 7 مع 7 فطارت ال 7 هون صارت سهلة علي 2 power 2 بخليها 2 power 2 times هاي 2 في 2 غيرها فوق ما في تحت ما في فبتضل 2 times 3 power 2 بخليها تلزمني square times 5 ما في غيرها يعني و 3 power 2 over تحت شو في عندي 11 to power 2 هلا كل قلنا كل 2 بتظهر لبرا بتصير مثلا هاي بتظهر لبرا شو 2 هاي كمان ظهرت لبرا 2 هاي ضلت هاي ظهرت لبرا 3 كمان هاي ظهرت لبرا 3 ال11 كمان لانه هي صارت الراديكال لفوق وراديكال لتحت فسكوير طيرت الراديكال بيبقى تحت شو 11 شو بقي عندي فوق تحت ما عادش بقي عندي راديكال فوق بقي 2 ضرب 5 اللي هي قد ايه 10 فشو بيطلع بيبقى عندي بيبقى بس بدي ظبط هول اضربهم ببعض 2 ضرب 2 4 4 ضرب 9 36 راديكال 10 اوفر 11 كمان بالسي بنعملهم راديكال 1 للكل هاي راديكال 1 للكل بيصير عندي 5 تايمز 5 تايمز 5 4 5 تايمز 5 تايمز 5 اوفر 7 تايمز 7 تايمز 7 صح انا بيلزمني كل 2 مع بعض يعني هاي راديكال هيك بصير 5 to power 2 times 5 تحت 7 to power 2 times 7 هلا انتبهوا حرقصم لكم اياه انا هون هاي شو معناتها معناتها الراديكال اللي فوق 5 to power 2 times 5 over كمان راديكال اللي تحت 7 to power 2 times 7 حتى بالضرب بيكون في عندي راديكال خاص لهاي ضرب راديكال خاص لهاي equal يعني هيدا السكوير بطير الراديكال لهاي بتصير 5 هوني ما في عندي شيء بيطير راديكال فبتضل راديكال 5 اوفر هاي سكوير طيرت هالراديكال صارت 7
هاي ما عندها سكوير للطيار للراديكال، بتضل راديكال 7. هيك بتكون خلصت. هلأ عنا هاي كمان، شو فيني أعمل؟ راديكال 1 40 ضرب 16 ضرب 12. من تحت شو في عندي؟ 33 ضرب 11. كمان شو بدي أعمل؟ برايم فاكتوريزيشن للكل. الأربعين شو هي؟ بعملها برايم فاكتوريزيشن. 40 ديفايد باي 2 20 ديفايد باي 2 10 ديفايد باي 2 5 ديفايد باي 5 1. نحن صرنا عاملين كذا مرة انه 2 تايمز 5 اللي بتبقى بالأخير خلص ما عادش بيظهر منا شيء، فهي راديكال 10 يعني، أو بتضلها 10. فهون شو صاروا؟ هاي 2 سكوير تايمز 10، أو خليها لأنه يمكن اعتازها بمحل تاني، بتصير راديكال 2 باور 2 تايمز 2 تايمز 5 تايمز 16. شو هي 16؟ divided by 2 8 divided by 2 4 divided by 2 2 divided by 2 1. ما بحط 2 to power 4، ما بدي 4، قال ما بتلزمني ال 4 للراديكال، بتلزمني كل اثنين مع بعض. 2 to power 2 times 2 to power 2 times ال 12. شو هي ال 12؟ كمان بعملها prime factorization. 12 divided by 2 6 divided by 2 3 divided by 3 1، يعني 2 to power 2 times 3 over. تحت شو عندي؟ 33 هي 3 times 11، وعندي times 11 equal. شو بيطلع عندي؟ هلا هون بطلع مثلا عندي 2 power 2، هاي 2 power 2 2 power 2 2 power 2، اللي بقيوا مين؟ 2 و5 و3. ال2 ما في غيره يعني، ما في غيره فوق ولا في غيره تحت. ال5 كمان ما في غيره فوق ما في غيره تحت، بس هاي 3 في منها تحت فيني روح. فشو بيبقى عندي مفروض تحت الراديكال؟ كلهم هول بيظهروا لانهم 2 power 2، بيبقى راديكال 10. هاي التو بتظهر، هاي التو كمان تظهر، هاي التو بتظهر، معش عندي، وعندي هاي التو كمان بعد تو. أربعة اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة، هو ظهر. over تحت شو؟ 11 to power 2، 2 طيت الراديكال تعولة فصارت 11. بيطلع عندي بس بدي أضربهم، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 16، راديكال 10 over 11. بيبقى عنا بهذا السؤال الدي، فرع الدي، كل واحدة لحال منه. طلع رح أعلمكم أنا طريقة هيك يعني تصير دغري تلقائية، بس تشوفوها دغري بتعطوني جواب، دغري أعطوا الجواب لحالكم. يعني هاي دي شو معناتها؟ مش معناتها راديكال 4 ضرب راديكال 10 to power 4. طيب راديكال 4 شو اتفقنا؟ أنه هي دغري 2، مثل راديكال 9 اتفقنا دغري 3، راديكال 16 دغري 4، راديكال 25 دغري 5. طيب راديكال 10 to power 4 كمان فيني اعملها دغري، هاي تايمز نزلت. شو فيني اعمل بال 10 to power؟ انتبهوا 10 حتى مش بس 10 to power، مثلا راديكال لنقول لنقول مثلا 17 to power مثلا 6. الباور اللي بينقسم على 2 دغري بيصير سهل. كيف يعني بيصير سهل؟ بيصير 6 قسم 2 3، فبيظهر لبرا 17 باور 3، يعني هاي جوابها 17 باور 3. مثل هوني مثلا 10 تو باور 4، مش هيك؟ ال 4 بقسمها على 2 شو بيطلع عند 2؟ فمعناتها ظهرت لبرا 10 تو باور 2. لحتى اشرح لكم كيف صار جوابها هيك، بس انتم دغري فيكم تحلوها. هي راديكال 10 تو باور 4 شو جوابها؟ انا مين اللي بيطير لي الراديكال؟ تو باور 2 صح؟ هي 10 تو باور 2 هيك، وهي الراديكال تعولة، هاي معناتها هاي. فهاي سكوير طيّة الراديكال شو بيبقى عندي؟ 10 to power 2. هاي بكون خلصتها. هون شو بيصير عندي؟ كمان بتتقسم راديكال 9 ضرب راديكال 10 to power 6. شو بيطلع عندي؟ راديكال 9 هي دغري 3 times هاي 6 تنقسم على 2، ف6 قسم 2 3، فبتظهر برا 10 to power 3. خلصت. كمان هيدي شو؟ راديكال 25 ضرب راديكال 10 to power minus 2. راديكال 25 دغري جوابها 5 times. هوني كمان 2 تنقسم على 2 صح؟ شو بيطلع جوابها؟ 2 قسم 2 1، يعني تظهر لبرا 10 to power ناقص 1. هلا انتو في عندي، هو خلص السؤال هيك فيك انتو خلص. هاي شو جوابها؟ هاي كأنه جوابها 0.5، هي الفاصلة هون جيب الفاصلة واحدة. هيك فيني اعمل، او فيني اتركها مثل ما هي ما عندي مشكلة. هيك كون خلص هذا السؤال. أي استفسار حطولي بالكومنتس وأنا بالخدمة.